طب قبل الاحتراف كابتن عمرو الحلواني حظه قليل شويه في النادي الاهلي، ان كان في مكانه كان لعيبه جامده جدا، كبرته كان سيد معوض لو حته باك ليفت او في الحته اللي قدام لعيبه ثانيه، جه في جيل او جه في وقت كان في لعيبه كبار، ولا كابتن عمرو الحلواني برضه خد نصيبه من النادي الاهلي واتعلم كتير، وممكن نجاحاته اللي حققها ما كانتش في النادي الاهلي لكن بفضل النادي الاهلي تحققت في اماكن اخرى. طبعا بس انا كنت طالع في جيل كابتن اسامه، جيل لعيبه جامده جدا يعني. كان جيلبرتو في الموجود، كان جيلبرتو ده ممكن احسن، مش احسن باك ليفت في مصر، كان احسن باك ليفت في افريقيا. وكان ساعه محمد عواب الله يرحمه ما كانش برضه احسن باك ليفت في مصر، كان احسن باك ليفت في سنه، كان ساعتها منتخب شباب، كان واخد احسن باك ليفت في افريقيا في المنتخب الشباب بتاعه، وكان منتخب اول ما شاء الله الله يرحمه يعني، كان حاجه جامده جدا. كان احمد ابو مسلم موجود، وكنت انا عاوز اقول لك انا كنا اربعه تقال جدا يعني، انا اصغر واحد فيهم كمان يعني، عشان الفرصه كانت تجي لي كانت يعني كانت صعبه قوي، كان لعيبه بصراحه لعيبه مميزه جدا يعني. بس الحمد لله انا قعدت 3 سنين في الفريق الاول وخدت ثقه وخدت خبرات كتيره جدا، كنت ملعب مع لعيبه كتيره وخدت معاهم بطولات، فالحمد لله هو نصيب وكل حاجه، هو رزق يا كابتن. انا دايما اقول رزق يعني، ممكن تبقى تاخد تلعب في النادي الاهلي وما تعملش اللي انت عملته، وممكن ما تلعبش النادي وتعمل الحاجات الثانيه اللي انت عملتها. كابتن عمرو الحلواني برضو يعني كان لاعب منتخبات من هو صغير، لعبت منتخب ناشئين وشباب واولمبي ومنتخب اول مع كابتن حسن شحاته وانا في اليونان، جيت معاه 3 4 جامعات. فتره برضه مهمه فتره المنتخبات طبعا يا كابتن، انت متربي على انت وانت كاس صغير عالم. كاس عالم شباب في 2005 في هولندا وكمان يا كابتن اسامه وانت صغير انت متربي على المنتخبات، ده الطبيعي يعني، انت تروح منتخب مصر وانت صغير الطبيعي تلعب منتخبات يعني. انا وانا صغير لغايه لما وصلت منتخب اولمبي كنت لعب لي حوالي 80 او 85 ماتش دولي في المراحل السنيه كلها. فالنادي الاهلي ما هو ده برضه بيدل ان النادي الاهلي نادي كبير قوي يا كابتن، اللي انت ده الطبيعي انت تروح منتخب مصر، ده الطبيعي تبقى من الاعمده الاساسيه في منتخب مصر يعني.